شجر حكام وجديد يكوى أفنى أي أزمة مهما حتى بالتعريف ونستنى معاد نلاقي حالة شفنا حسام الدين. يا رب تكونوا استفدتوا من درسنا النهاردة. هتابع أداءاتكم تفاعلكم على صفحة المدرسة مدرستنا حسام الدين الخاصة، واحنا جاهزين للرد على أي استفسارات أو تعليقات على صفحة مدرستكم حسام الدين الخاص. إلى اللقاء. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير، يا رب تكونوا كلكم بخير وكل سنه وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم. النهارده هنبتدي درسنا في تنميه مهارات رياضيه مستوى ثاني مراجعه. هنراجع المفاهيم اللي خدناها قبل كده. قبل ما نراجع عليها معايا اتنين من اصحابكم هيراجعوا معايا. اول تدريب معانا ارسم خط يوصل ما بين كل صوره مع نصفها الاخر. عندنا هنا نصف عربية، نصف شمس، نصف وردة، ونصف كرة. هنوصلها بالنصف بتاعها الناحية التانية، بسيطة وسهلة. هنبدأ مع بعض. أول حاجة دي نصف عربية، يا ترى نصفها الآخر فين؟ دي؟ لأ، أحسنتم. يلا يا هشام موسى حل معايا نصف الشمس التانية. أحسنتي. يلا أحلى وردة الأحلى جودي، وصلي معايا النصف بتاعها يا وردة. برافو. والكرة المالك، عشان انت بتحب الكرة انا عارفة. برافو يا ابراهيم، هتوصلها معايا للنصف الاخر. سهلة وبسيطة. هنحل الجزء اللي وراه نفس التدريب. ارسم خط يوصل كل صورة مع نصفها الاخر. هنا عندي نصف ايه؟ نصف سمكة، هنوصلها بالنصف الاخر. يلا نصف السمكة بالنصف الاخر. احسنتم. هنا عندي قبعة، نصف قبعة، نشوف النصف الآخر بتاعها فين ونوصله. هنا عندي نصف خنزير، هنشوف النصف الآخر بتاعه فين ونوصله. أحسنتم. هنا عندي نصف أخطبوط، هنشوف النصف الآخر بتاعه فين ونوصله. سهلة وبسيطة جدا وجميلة. هترسموها مع ماما على قد ما تقدروا وتوصلوا كل نصف بالآخر وتبعتوها لي على صفحتي عشان ننزلها على صفحة مدرستنا مدرسة حسام الدين خاص. اتفقنا؟ اتفقنا. الجزء ده هنسيبه فين؟ في ده بس. نعد هنا كم عدد؟ 1 2 3. وصلنا للتدريب اللي بعده. هنقرأ الكلمة ونوصلها بالعدد ونوصلها بالمدلول. يعني هنقرأ الكلمات اللي عندنا. أول كلمة كلمة أربعة، تاني كلمة اثنين، تالت كلمة واحد، رابع كلمة ثلاثة، خامس كلمة خمسة. هنوصل الأسماء الكلمات اللي هنا بالارقام اللي بتاعتها اللي هنا، ونقعد كده نوصلها بمدلولها. احنا هنا عندي انا حل اول واحدة كلمة اثنين، وصلتها برقم اثنين، وبعدين وصلتها بالعدد اثنين بالمدلول بتاعها بالسمكتين. هنحل اللي بعدها مع بعض. يلا اول كلمة عندنا كلمة
أربعة. أربعة فين العدد أربعة؟ أحسنتم. فين بقى أربع حاجات اللي عندنا؟ برافو البالونات، واحد اتنين تلاتة أربعة. يبقى هنوصل العدد أربعة بالمدلول بتاعه. الكلمة اللي بعدها اثنين، أنا حلها. الكلمة اللي بعدها كلمة واحد، فاكرينها؟ أحسنتم. هنوصلها بالعدد واحد، وبعد كده نشوف فين هنا، فين مدلولها؟ برافو وردة واحدة بس عندنا. نشوف اللي بعدها كلمة ثلاثة، برافو. هنوصلها برقم ثلاثة ونشوف مدلولها واحد اتنين ثلاثة. هنوصلها بالمدلول بتاعها. اخر كلمة عندنا كلمة خمسة، هنوصلها بالعدد خمسة. واخر حاجة عندي السحب، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، خمس سحب. احسنتم. يبقى هنوصلها خمسة. فهمناها؟ تاني نرجع نتفق مع بعض ان التدريبات بتاعة النهاردة هنحلها في الجزء الخاص بكراسة الرياضيات في كتاب اكتشف. وصلنا للتدريب اللي بعده، ضع علامة اكبر من. هنحط علامة اكبر من، فاكرينها؟ ايوة، برافو عليكم. السمكة، السمكة اللي بيأكل الرقم الكبير. التسعة اكبر ولا الخمسة يا شموسة؟ احسنتي، التسعة. يلا يا فريدة، العشرة اكبر ولا الاربعة؟ برافو عليكي، العشرة. يلا يا يارا، التمانية اكبر ولا التلاتة؟ احسنتي يا يارا. الستة اكبر ولا الاتنين يا ابراهيم؟ احسنت، الستة. الاربعة اكبر ولا الواحد يا ايصل واسيل؟ احسنتم، الاربعة. تالية، الخمسة اكبر ولا التلاتة؟ احسنتي، الخمسة. السبعة اكبر ولا الستة يا فريدة؟ احسنتي يا فريدة، السبعة. يبقى احنا حطينا علامة اكبر من، حطينا علامة اكبر من. يبقى التسعة اكبر من الخمسة، العشرة اكبر من الاربعة، التمانية اكبر من التلاتة، الستة اكبر من الاتنين، الاربعة اكبر من الواحد، الخمسة اكبر من التلاتة، السبعة اكبر من الستة. سهلة وبسيطة. نشوف التدريب اللي بعده، اكتب الاعداد الفردية. يعني ايه مسندة؟ يعني هنا انا عندي القطر بيبتدي برقم واحد، بعدين اتنين، بعدين لا، انا هنا هكتب العدد الفردي فقط اللي هو واحد تلاتة خمسة. احسنتم، سبعة. احسنتم، برافو. هنكتبها مع بعضينا. ثواني بس. تلاتة، بعدها ايه؟ خمسة. هنعدي الاربعة، بعد الخمسة ستة. لا بس انا عايزة العدد الفردي، برافو، اللي هو سبعة. بعدي تمانية، لا انا مش عايزة التمانية، انا عايزة التسعة العدد الفردي، برافو. هنا التسعة. بعدي عشرة، لا انا عايزة العدد الفردي، حداشر. حداشر هنا، التسعة هنا، سبعة، وهنا التلاتة. سهلة وبسيطة. هنحل اللي بعدها اللي هو العدد، اكتب العدد الزوجي، الاعداد الزوجية اللي هو الصفر، بعديه ايه؟ واحد، لا الواحد عدد فردي. بعديه اتنين، احسنتم. بعديه تلاتة، لا التلاتة عدد فردي. اربعة، خمسة عدد فردي، كتبنا الستة. سبعة عدد فردي، هنكتب التمانية. التسعة عدد فردي، هنكتب العشرة. اتفقنا؟ دي هنحلها مع ماما وتصورها لي وتبعتها لي. ضع علامة أكبر أو أصغر أو يساوي. هنحط علامة أكبر أو أصغر أو يساوي. الستة أكبر ولا أصغر ولا يساوي من السبعة؟
أحسنتم أصغر؟ الخمسة أكبر ولا أصغر من الاثنين؟ أحسنتم أكبر، أكبر من الأربعة أكبر ولا أصغر من الأربعة؟ زي بعض يساوي. الستة أكبر ولا أصغر من الواحد؟ أحسنتم أكبر. السبعة أكبر ولا أصغر من الثمانية؟ أحسنتم أصغر. الثمانية أكبر ولا أصغر من الخمسة؟ أكبر، برافو. التلاتة أكبر ولا أصغر من التسعة؟ برافو عليكم، أصغر. الأربعة أكبر ولا أصغر من الستة؟ أصغر. العشرة أكبر ولا أصغر من الستاشر؟ برافو عليكم، أصغر من. الخمسة وعشرين أكبر ولا أصغر من الخمستاشر؟ برافو، عشان هنا عشرين بصينا على العشرات، الأحد والأحد زي بعض، بصينا على العشرات لأن العشرات هنا أكبر، يبقى الخمسة وعشرين أكبر من الخمستاشر. تعالوا نكتبها هنا، أدي واحد وتلاتة، بعديها خمسة، هنا سبعة، تسعة، والحداشر. هنا الصفر والاتنين، حلها معاكوا عشان برضو ايه منزودش على ماما. بعد كده الاربعة رقم زوجي، بعد كده التمانية، بعد كده العشرة. سهلة وبسيطة جدا، هنحل المنزلي وهنحله في الجزء الخاص بكراستي الرياضيات، اتفقنا؟ وهتصوروا نفسكم انتوا بتحلوا الواجبات زي ما اتفقنا. مس سلوى اتفقت معاكم اللي هيحل الواجبات هنحطه في لوحه التميز، وان شاء الله في عامنا القادم اولى ابتدائي مس سلوى هتدخل وتدي البالونات والبونبوني لكم، وعايزه الصور كلها تجي لي عشان هبعتها لهم ونتواصل مع بعض، وهرفعها على صفحتنا، صفحه مدرسه حسام الدين الخاص. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، والى اللقاء في درس القادم.